شاو مون فريل عريب شبيك جاي بكري؟ كان شافك حد؟ قلت لك بلجيني كيف الليل؟ اخوي بصراحة المرة الأخرى خفت، جبل معبي بالمذيبة. الذيب تخاف من المذيبة عريق؟ في بالي مخدم راجل. راجل وسيد الرجال مون فريل، شكون يجيك وانت راكش في خشة بين الجبال كان خوك عريق؟ هاي القضية، عندك ما يكفيك جمعتين ولا ثلاثة؟ بيومش جماعة بس عليهم. انا برك اللي باقي نعاني تو، ما عادش ففاني بركه عامله فيا. فاطمه اعظم منها، ملا طفله عندك وين تقوم تسمعني ما نكره؟ ولات هي اللي تحكم. قالت البسمه مرتك ما يسالش تمشي تطل على فايز. ما يسالش، خليها تطل عليها. فاطمه انا وصيتها على كل شيء. ما يسالش من فرير وصيتها زاده باش تصدق لي. مره قلت لها خلصني، قالت لي بينك وبين عارفك. تسكر جلطك، فلوسك هما عندي. بالله قديش باش تقعد تسكر بحذا الحلال فندي؟ ما نعرفش حتى شي عمل ربي. قديش من غريم في جرتي؟ اخوتك الفاسدة سونيا والحاكم. الحاكم باش يسيبني على حكاية ماريو. الرجل خليته قطع النقيق ولا هو على المراه مات. ان شاء الله ما ماتش، ما نتيش نقتله. بالزيني ما قتلته. عايش مرعوب يا ريك، عايش مرعوب. ضيعت حياتي واهلي، برنامجي كله فسد. لازمني نخرج من البلاد بأي طريقة. أنا خدمتك بنية وضمير مون فرير. أنت حاسبني الكلب على كزو الصور اللي ترميلي فيهم. ميسالش نور، أنا نحبك. لازم نلقالك تاويل باش تخرج من هنا وتقطع الخارج. مش على خاطر سختار الدنيا راه. رد بالك. منين تجيب فيها العبارات؟ والله يهلكك. هاي يجي من الاخر ويزي من المقدمات. عندك ما تقول لي؟ مشي مشي شاري ساعة وزيدني فوقهم البشارة على خاطر جيب لك خبير عيل. هاد ساعة طول عطيك ماريو حي. شنو ماريو حي؟ قلت لك حي ولبس عليه. ريته من بعيد في تونس، اما ما ريتوش وجهي راه. علاش ما حليتش فوق من الاول؟ علاش؟ علاه تغلط مع خوك نوره؟ في عوده تبوسني؟ تبوسك لفعه. هاي فلوسك فوق منهم بالبشاره. وانت زيد حل عينك مليح وخبرني على كل شيء. لازم نزيد نخبي راسي موضح حتى شي عمل ربنا نفسها. انا خايف لماريو يخبر الحاكم. ساعات عادتين نولي نبحث راه. ما يعملهاش على خاطر لو كانت شد نبلانسيهم الكل، هو والبوس واللي معاه. لا لا ماريو توا تخمامه كيفاش يلعب لي بعنكوشي. برشا حاجة تهم راسي. خميس ورزوقة زادة. باندية مجرمة. لو كان يلقوني يقتلوني على خاطر أخته. اسمع، أنا فكري هما اللي زادوا على الدار في الصيف راه. علاش تعي فكرك يا عريق؟ خليه يرتاح. حل عينك على الدار. واللي بوجه يعمل عليه رابور. تهنى مون فرير. هذا كلامه. منين جاك خاتم الذهب هذا؟ شنو منين جاني؟ شريته. ومنين جاك تشري خواتم الذهب؟ بيه ما شريتوش، سرقته كرفته سافا. خيتي سخايف شهرية اللي تعطيلي فيها انت، مش تعيش واحد كيفي انا؟ باهي باهي، اقصد ربي ما تغفلش عليا. علاش توجع فيا مون فرير؟ عليه من وقتاش خوك عريق غافل عليك؟ فايزة اش عاملة مع رجلها جديد؟ واش تحبها تعمل مع واحد مسخ يبيع في القفافة؟ خير مني ومنك، شكون اوسخ احنا ولا هو؟ شي خوف مون فرير. قديش وليت ناس مليح انت؟ اش بيك واقفة قدامي؟ اش تحب؟ ماما تهنيت لما لم يدبشك ومشيت وطنت في داركم. يزي عاد وانت تعذر وتعاود. هاني كل مرة نطلع عليك ترميلي كلمة. على كيفكم، كنت مهنسة وخيتك هاكم تفرقت وعيني حية. يا عمي قداش باش نقعدوا تحت جناحك؟ مو لازم يجي نهار. انا نعرفك عليه هز عليا خشب،
ماشي في بالك اللي مالك هبط لتونس مستغاض مني على خاطر انا وافقت على عبد الله جليدي. انا ما طردتوش. يا مش مجبدك في مالك توا. تهنى ما عندك حتى دخل. مالك هزول يحبهم يحبوه. بس ما تسلم عليك وتعاود. سلمك ويسلمها. وتحب تجي تطلع عليك. عليه عطاوها البرميسيون باش تخرج من تحت استعمار فافانيا. عطاوها. يعيشكم ياكي تجيك ما ترخيش فيها العين. اللي عملته فيك الكل خلصت ثاني ومسلف. ما خلصت شيء من اللي ذقته. من اللي ذوقته لي هي ونور الدين. لو حكوا لوحدي. تلهوست عليه ودورت بيه بولذيب. هملنا. حتى اللي لمني عبد الواحد عمران. خرجت من جهنم ففاني لجهنم عربية. وتوا تحب تجي تسلم علي. ربي نبع عليك مش تعاود حياتك. بس ما حياتها وفات رجلها غبر وتعاني فك الصغار. تبت تبكي تصبح تبكي. ما طالب حد شيء. كنت سمع. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلامة فاطمة. يسلمك سي عبدالله. يلزمني نمشي توا. فاطمة كيفاش تمشي؟ الليلة باش تتعشي حذانا واني باش نطيب لي كسكسي بالوزف. بفضلك سي عبد الله يلزمني نمشي باش نهز بسمه للحمام. بسمه من هي بسمه؟ بسمه مرت بابا. يا اخي فايزه ما حكيتلكش عليها. تجي بنت خالتها ومرت بابا نور الدين الاسمر. نور الدين الاسمر حكوا لي عليه. بابا ديما مسافر. سلمي لي عليه. اما المره الجايه لازم نذوقي كسكسي بالوزف. هاي بخاطركم. كمل حديثكم. يظهر لي فيك ما حكيت له شي على أهلك وماليك. وهو حكى لكش على أهله وحياته. الحمد لله بنيتي اللي راجل هذا قليل هدرة. قطعت عبال جباويت. ويش بنيتي بش يحكي لي ولا نحكي له؟ بيه شو قلت نجيب لك بسمة ولا ليه؟ خلي الأمر يستراح. حبيت نذوق هالكسكسي بالوزف. خسارة. ورس بنتي ارجع تو خلي لك بايك. عايشك. عجبك الصبات؟ محليه فطومة. أنا مازلت ملبستوش. يلبسوا عاد جبتولك بس زين ببلو. كي تقول لي يومك منين الصبات عشان نقول لها من عند فاطمة تكب لي سعدي وتقول لي من فلوس نور الدين الأسمى. خلي غادي حاطنا القلب حيلة. قداش دغنية أمك؟ فاطمة جيت لهم تعذرها. يا هي عرست شو تحب أكثر من هاك؟ ورجل هاي طيب لها في الكسكسي بالبوكشيش ولا شنو؟ اسكت يا بنتي لا يسمعوك. وزف ماهوش بوكشيش. عبد الله عنده صفه عجه تاكل عليها صوابعك. والمقارن والبرغن مغروم مغروم مش نورمال. يا بنتي يقولها امشي عشي بعد زينه ويدخل الكوجينه يصفن على ذرعانه. ساعات حتى من معون يا خصلي حتى نرتحني. هاي الحمد لله عليكم كي وليتوا تعوموا في السعاده. شي حكيت الكرهبه الجديده؟ منين اللي يمشي يشيل الكرهبه؟ تيك الكاسة اوكازيون تلقى شريعة بخطف. قال لها ما عادش تبدل الخطوة البر على ساقيك. الحكاية ما عادش واضحة بالكل. حق استنى. مرة انا نغسله في حويج نلقى حجرة كحلة قد كعبة الطماطم كحلة كحلة. عطيته له قال لي هذيك من الصحراء يستبيختوا بها. حجرة كحلة شنو الحكاية هذي؟ يطلع شي سحار. شكون يعرف؟ بعد اللي سحر رمك وليت سي عبد الله. سي عبد الله. حجرة كحلة الحكاية. سمحنا بيك اللي ما جيناش المعرض نتاعك. بخيرك ما جيتوش. كارثة في المعرض. ما بالغوش مالك. ثم تكنيك وثم خدمة. وعلى كل حال تبيعوا التابلوات. حتى أنا ذاك اش قلت. في ندبر في طرف فلوس باش نعاون بيهم دارنا. فن غذائي. ماما. هيا اختارنا مالك الفن. احنا حبينا نقابلوك خاطر توحشناك. خيتو انت حر. المهم انت لاباس تو. هيا بتبداش عادي. مش فاهمنا باش نحكيو مع مالك بكل صراحة. يا مالك الشيء اللي قدمته في المعرض ما يليقش بيك. وهالزوايز ينافقوا فيك. قول لي مش حكينا مع بعضنا وكان عندك رأي آخر؟ علاش ننافقوا فيه؟ شيء ما تفهم انت. مالك هاك وليت لاباس تو. كيفاش تستنى باش تعاود للريشيرش نتاعك؟ شكون قال لك اللي قدمته في المعرض ما يليقش بيه؟ بالعكس هذاك هو الشيء اللي نجم نذوقوا فيه تو. مالك عمران اللي قدامك. عادش كما قبلنا ربي وتعرفوا مشاكل. أنا تبدلت يا حسن. يشبيه مالك تدبر خدمتك من الخبز
أما كلها نظيفة. تنجم تدبر خدمة تاكل منها الخبز ومباراليل تعمل الفن اللي تأمن به. ما عادش نأمن بالفن. بسيف يا أخي. حسن عايزني خويا كان نحكي على حاجة أخرى خير. أنتم أصحابي. والصحبة بالنسبة لي أهم لي برشا. والباقي والنظريات كله تخلويز. الويه تخلويز. الفن في العالم الكل قاعد يتفتق. العالم الكل يخلوزه. بسيف علي نخمم هكا ما كانش ندخل ونخرج في عقلي. مانيش ركز مليح على سقايف. ومش عجب نولي كيما كانوا ليك. شكونو هذا؟ بانتر بومبي طليانا؟ هذا واحد صاحبي مشى يقرا في باريس وقصى لقرايته وروح مهبول. يلوج على مدينة تعوم في الماء تحت القاع. وكملوا عليه النظريات. أبون. تيزي وعاد راكم مرشتوه. أعمل لي يظهر لك مالك. زويزة ذومة قاعدين يحضروا في بروجي بتاع انفوغرافي وببليسيتي. تستخيل يعملوا في الفن؟ سهل لك ليه؟ شكون قالك نعملوا في الفن سي شباب؟ ماكلت خبزو برا. اما نهار اللي نحبوا نبنترو ما نقوموش نصوروا في البداويات، فهمت؟ السيد هذا يحكي هكا خاطر منال عزيزة قلبه بشوية تخدم مع خالتها عزة في الجالغي. نعرف. والفنان الياس باش يشد لها الحسابات. صحيتك يا سيد ذامر، الناس الكل تكبر وتنقص عليهم البلاد كان انت. مالا توترا انا اللي باش نوريكم شنو هو الفن. العام الجاي تشوف المعرض نتاعي. برافو الياس، كمل انت ثنية. بالحق انت اصدق واحد فينا. حقا مالك قل لي. خبر من جد باش تعرس انت وعزة؟ يا وعندك الخبر. دي هي تحب. ما نعرفش كان نجم نقول لها لا. ملا مصيبة. اما بكل صراحة لو كنت اخو شريف خير. حسن يا عايش خويا نحكي ولا حاجة أخرى خير. ما نحبش تنصحوني. باهي. ما قلتليش عاد. شنيا انتباهاتك كيف الفرادي مسح لك فايمك وقفز لك بلور العيون يا شاغلني. تتكيف لي في شيشني وتشرب لي في التاي متاعي وزيد تتبولد علي عريق. يشبيك مستيقر الدنيا جميلة. الدنيا مخيبها. القشور تحفز فيها ويدخلوا للديار ويستملكوا ويضربوا الكعب الباهية ولاد البلاد تغزر ويموتوا بقلوب. ايوي ما فرير. زيدوا يصوتون انا وانت والفيلة. الدنيا غدارة. صح عليه. صوتنا واحنا مش فعقولنا ندهشوا. اما وين عنده يفلت عبدالله الجليدي. يجي نهار نحرقه هو وفايزة. عبدالله وفايزة ناقعين في العسل. وما هم السارحين بالبنتة. في جنينة فايزة ثم التفاح ما فرير. مازلت مليكة مازلت فاطمة. فاطمة بنت عارفك نور الدين. يا شبيه بنت عارفي. انت بايتك مليكة. وين فاطمة؟ اللي وين تغزر لي خاصها كانت تبزق علي. نور الدين سيء عليه مضروب على جناحه. ما عاش يدور في الساحة. يا اخي طردك من الخدمة. يطردني؟ شكون ينجم يطرد عريق؟ نور الدين روحه في يدي وكثرت عليه جوج مات من فرير. متخبي في خشة في الجبل وانا كل ثلاثة ايام نهز له المونة نتفقده حتى ليلي يجي نهار ونكعب ريله ونتلهاب فطومة لورا عيوني. ام انت طلعت الروان متاع الوطاية. انا واتي من فرير الساعة انا منجيش الصانع متاعك في الوطاية. اماني عريق قد ما علفتك كبدة. الله يهنيك يا عبدالله. يا راجل وينك؟ النهار الكل اللوج عليك. كنت نسلع واني نازل اني فايزة تونس باش نقضوا قضيات. ان شاء الله خير. ان شاء الله ما ثمك الخير. اسمعني يا عبدالله، فايزة قولها ردي بالك على بنياتك. شبيهم بنياتها لمين؟ البارح نسمع فكر مغت اسماعيل وصاحبها عريق يتحدثوا.
ناويين على الشر يا عبد الله. ماك تعرفهم يخافوش ربي، ورقتهم دي مسائلة، والبناويت يتقاروا بساعات يروحوا الدنيا ليل. شي كل عملنا لمين؟ قوموا نفجعوا فايزة، خليه يتكلم. غالت يا عبد الله، هذوما بانديو وما يحكروا شيء. كانك من مليكة حدا أمها توا نوقظها، كانك من فاطمة في دار باباها. وين أباي؟ قال لك ساكن في خشة في الجبل، خايف من اللي مغارضينه، وعريق هو اللي يهز وصلها في المونة. وفاطمة يا عبد الله شكون يحمل؟ يا سيدي احسبها بكلفتك. وين الخشة اللي ساكن فيها نور الدين؟ خراف، منين حدث فيك على فاطمة وأنت تتحدث فيها على خشة نور الدين؟ أخطاك يا عبد الله من نور الدين. فاطمة هي اللي يمكن يصير فيها ميسي. تهنى الهنا التام. مادام نيني حي بإذن الله فاطمة ما يتاها شيء. إيه؟ واش مش تعمل؟ ليه يقول لي يا عقلي؟ نحط كانوليك على أساس عليه. وأنت كانوليك تعمل عليه مسكين. ربي يعمل دليل. هاي ربي يعينك. إن شاء الله نهارك زين. تونس تشبيك بتيت تكت 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 شني لحطايت فايزة وتاكل الكبوت ذوقك ولا ذوق عمي عبدالله نعرش عليه ذوق شكون اسمعيش بنتي انا كنتي نرجع العشية مخر ولا بعد المغرب هيك القضية في الكوجينة حذر العشية اش تحب في المنيو كسكسي باليازور ولا بيتزا بالوزف فينش من الأوضاع متاعك يا ربي تشبي هالراجل وخر هكا ايام على ريحتك ماما قديش فرحانة إن شاء الله تجي ما هكا شنية باش تجيب لي من تونس والله ما نعرفش تينا تونس في حياتي أبطلها مرة ولا مرتي يا أخي ناقلت العبد الله شي هي نعمل دورة وهو حسقه بيمين لما يهزني هاو كاخذيك الكرهبة الشقذوفة بالذمة صح عليك أما هو عمي عبد الله لازم ريقض على قرايزة ملا منين جايش في الكرهب لازم عنده رزق في بلادهم بنتي الحقيقه ما حكي لي شيء ونيش يهمني فيه يا اخي عنده ولا ما عندوش هاوك المهم راجل ويقف عند كتافي وليت نمشي في الحومه هكا خشمي مهزوز الفوق تعرف برشا رهدانيات في الحومه واللي هكا هكا بليزا السلام عليكم وعليكم السلام يا عبد الله تشبيك التوا تعطلت شوي انت حاضره هي نخرجوا هيا قبل ما تخرج مالك بعثلك ماندا 500 دينار والويش بنيتي مالك يبعث لي في المانديت شنو الويش يبعث لك يكون تخلي يخدم موقع باش يولي عاون قلو بارك الله فيه وفيزة ما عاد تحشتها بعينه ماما حرام عليك والويه يا بنيتي حرام عليا يا اخي انا ماخذه رجل الويش باش ما عادش نستحق ونمد يدي لحد مالك حساس ومر الظروف صعيبه علاش نصدموه ونقولوا له ليه الاخر اصرفهم عليا انا تكلم عمي عبد الله مش عيب اللي تعمل فيه مرتك مليكة انت عندك الحق وفايزة عندها الحق قولي لأخوك يبعث لك باسمك هذا حل به في نظريتي ولا شرايك فايزة عندك الحق خليها بينها وبين أخوها يا عاد عبد الله ما عادش بكري مليكة رد بالك على روحك كان خرجتي ما تروحيش مؤخر بالك نرجع بعد المغرب ما تخافش تهان سلام سلام كانت رأي سيميكا سكسين تعطى بلويتك ما شاء الله اللي جيهوني يكشخ نود نود ناس يحبوا يشيروا تصور متاعك وهما بالجاي بالجاي قد من سيميلك إن شاء الله ربي يهديه ويرجع يخدم من اللي كمل معرض الأول متاعه وهو قاعد مربع عيدين قال شنية فديت مدهينة ليه عاد سمح لي البزاق حاجة هيلة برشا تبارك الله عندك ما يخدمك 10 سنين نشكرك يا لله على اهتمامك بالبزار يفضلك يا مالك انتي مكش براني محسوب حبايا بنا تعرف سي مصطفى راجلية عمره الكل ليه كان بالبيع والشراء إيه بيان طب لويتك عجبوه كان مستنس يروح للدار يتلطخ فك الفوتي يبدا يتفرج في التلفزة ولا يقرا في الجرايد توا دي غيك تدخل للصالون يبدا يعبد فيهم بتصور متاعك قال لي في اخر العام يخمم يهدي تصويره من تصور متاعك الفرنسور متاعو في المانيا وحد مغروم بتونس وبالجنوب ومشتي كان في نفتة عاد يحبك تعمل التصويرة من التصورة متاعك فيها كوشي دي سولي ووزيس فهمتك تحبش نصور له سارح شوية علاش علاش ليه دبر راسك المهم حاجة تيبيك متاعنا اما منحبش الناس هذوما اللي كلبوا على تصاورك تعمل لهم حاجة خير من متاعي لا عاد كيفاش يجي مدام تي تقعد ديما فوقهم الكل
ويعيشك سي مالك يفضلك. للا نرجس احكي لمالك على البروجي متاع الصالون متاعك. ايه تفضلوا. ريت لحيت المقابلة. حب نحك القربج وتصور تعمل لي تابلو كبير في عرض تقريب. اش قولك عزة؟ تطلع حاجة حلوة برشا. شنو حلوة؟ يعطيك الصحة في الفكرة. شفت مالك هاي الناس اللي تحب الفن وتذوقه. استنى خلي للا نرجس تكمل. شو الموضوع اللي تحبه مدام؟ لو تام نحبك انتي تختاره. مش نعرف خير منك. لا مدام يلزم تقولي على خاطر تبلو عريض كيما هذا راهو يخوف، وانا نخاف نسرح بالخيال متاعي ونعمل لك حاجه ما تعجبش. شنو مالك؟ عم موضوع من اللي عملتها في المعرض. طبيعه العادات والتقاليد متاعنا لا في بوبولير. انا نحب الفنان يقعد حر، القريحه متاعو هي اللي تحكم، يقعد مع لاميز متاعو راس. مدام ما عنديش ميوز باش نقعد معها راس. باهي تحبش نعمل لك واحه فيها نخل وادي يجري وناس تسقي في الجمال متاعها. سي مصر يحب عليهم التابلوات هذوما. يزينا من الريف. نحب حاجه اخرى، حاجه مذخمه، حاجه اوريونتال، فهمت؟ طور مثلا ولا عرس في دار عربي. شا فرحتك يا مالك، اعمل اللي يظهر لك. اوكي مدام. أما نحبك تعمل لي حاجة باهية، والفلوس ما تخافش. الفلوس تفاهم فيهم مع مدام عزة. أي مدام، إلى اللقاء. واه علاش هالزربة؟ قيت يا مدام، توا باش نبدا نسهر الليالي ونفكر باش نعمل لك حويج على ذوقك. بارك الله عليك مدام عندك ذوق. يعيشك. حتى أنا خليني نمشي. ميرسي للا نرجس. زرتنا البركة. بلي ساعات نعمل قاعدة هوني، نحبكم ديما بجنبي. علاش لا؟ شرف كبير للا. يعيشك. تفضلوا. مليكة وحدك في الدار؟ ما قلت لك باش يهبطوا لتونس قبيله هبطوا. اش قلت لك امك على الماندا اللي بعثها مالك؟ قلت لك فاش قام عليه مالك يبعث لي في الفلوس، كان عينو يبعث لاخته حنت لي انا. من صعدك. عندي برشا دبش مازال هوني يلزمني نهزو. يزي بلركيكه فاطمه، تحب تهز حوايجك الكل وتمشي؟ نقعد الركن بعد قديه هذيك الدنيا. جا الوقت باش كل واحد يشد صنايع. مخي بكلامك. اقعد انت في الدار نرجع نمشي نعمل طلع على منصور العدل ونقول له يكلم مالك على هالماندا المحنونه. خلي رجع فلوسه. علاش ترجع له فلوسه؟ قول له يبعثهم لك باسمك، انت تستحق لهم. لو خايتي يقول لك طمع فيا هكيتش ماكش مقصره معايا. شكون يعرف على الدنيا؟ بابا مسافر لفرنسا، كان لقى خدمه غادي نكون دخلتو عليه. زيد افجعني انت. علاش نفجع فيك؟ كمل قرايتي غادي ونخرج من البلاد ونخليها لملك وشريف. اسمع نمشي ونرجع وقعد هنا برا وما تبطاش.
مديح بخينوم سالم ناسيوناليتي ماليان. مرحبا بيك اسمك. بهم شو مكوبوك؟ الحمد لله. وانتي خالتي فافاك بيكش؟ الحمد لله بنيتي هاني تحت لطف وقضاه. فاطمة هونيا هويني في بيتها به. اسمع. اي اسمع يا قليلة الخير. هوك جيت كينا بسقايا باش تهنيني. انا غالب ظروف. ظروفة؟ ربي شنية ظروف اللي تخليني مراكش اكثر من 6 أشهر من قبل عرسي؟ هو عرس تعدى نتبارك لها عربية. ربي هنيك. شنحو المراد؟ سلم عليك. وقتاش بركة تهبط لتونس وجيت ضيف حذاي؟ يعمل الله. اقعد. شنو رجعت الكتب والقراية؟ هكيك ما عادش عيني في القراية وما لقيتش خدمة. يزي بلا خدمة وما تسلمش في قرايتك. شنحو الخاتي فايزة مع راجل جديد؟ ما نعرفش عليها. خليها ربي هنيها خير هكيك. والله بابا كل يوم يشكر فيه ويعاود الراجل. يا اخي قل لي عاش تمشي لامك؟ ساعات تعرضني في الثنايا ما عندي ما مهزني الغادي. ومالك اش عامل؟ بربي ما عاش تنشدني كان على روحي. وانت هنا هاني دار وشارع وقرايه الجري والهيت. يا فطومه يا فطومه جيت بس شبيك عقدتها؟ ان شاء الله انت زاد ربي قوي ساعتك. شنحوي المالك؟ بقي تنشد فيا على عبيده. شريفة ومالك راجعوا لبعضهم. لو غران تامور. والدنيا ماشية. زعما نمشي لهم كن هنيها. على كيفك. بي خليني نمشي انا تو. وقعد. حتى انا توحشتك. مش ظاهر عليك الوحش. اك من بكري وانتي معايا كل موقص. زيد اقعد شوي. عندي من وريك. مش قلت لي مرادي حاضر في تيز على الجيولوجية؟ بربي ما تذكرنيش. نهار الكل يما حاشي راسه في الكتب. ولا مسكر على روحه في اللابوغاتواغ. شوف الحجرات ينجم يقولي شنو ما هذا ما هذا هو فحم كوك. يزي بلا كوك هذا حاجة اخرى. ونحب يقولي شنو نوح. وانتي وين لقيتو؟ لقيتهم مسرولين وملوحين. هاي دورت جيولوجية على كيفك. نعطيهم له ويشوفهم. اما تقعد بيني وبينك وبين مراد. بيه يتهنى. خليني نمشي انا طول. طوم سبتة ما تحبش تمشي معايا لأمك؟ دي برا وحدك. ما تنسينيش اسم. انتي اللي نسيتني يا فاطمة. انتوكا هذي نمروية متاع الدار. وكي تهبط لتونس لازم تجي حذي. بهي اقرأ. ليش بك تقرأ وحدك؟ برشا كلام مش مفهوم. التيتخ رحلة إلى مشارف الروح. تتميز لوحات الفنان المبدع مالك عمران برهافة الحس وعمق المعاني، وترحل بالمشاهد إلى أجواء أثرية المناخة. سكوا أثرية المناخات؟ شو مدخل الأثار والمناخ والرصد الجوي؟ أنت ما فهمتش النقد الفني متاع الصحفي المبدع. علاش ما فهمتش؟ عندي متخيز ونخ بلاستيك وعاملة ميمار على كتابات بودلير في الفن. نو مي سي فري. مش يحب يقول أثرية المناخات؟ لازم قال أثيرية. من الأثير وهو الهواء الصافي الرقيق. والمناخات ماهوش طقس متاع الميتيو. يقصد لي زاتموسفير. يزيني ما اقرا وحدك. على كل حال كثر خير الصحافي. اليوم على الصباح طلبني يوسف الرياشي باش يقول لي على ارتيكل. قال لي الطابلو نتاعك عجبو برشا. ايوا هذا اللي كنت خايف منه. وين يزي بلا مساتة. اوك عمل له كواترو مكرش بالذهب البندقي وحطه في صالون في غزل بيه مونجي الرابعي. ابو في بالي يوسف الرياشي والمونجي الرابعي حبايبات. هذوكم ديما كيكه مره حبيب ومره كليب. وكل جمعه الحره قال لك ولات كي سوق الربا. دخلوا شركاء جدد. اسكت بركة حالة. إيهيك ولات حالة. رفيق راجلك وينه؟ تغزلني كي تقولي رفيق راجلك. باهي يا لالا طليقك رفيق مازال معاهم؟ نعرفش عليه.
بيع باي ولا بشي بيع. حب يعمل من وزرية الومنيوم ولا شنو. باهي يا للا، ما عادش نجبدك على رفيق، سامحني. سماح. المهم تا بديت تخدم في التابلون تاع نرجس؟ عملت سكيس ما نعرفش، ما زلت تلوج. بالله مالك يزي بلا مرش؟ شنو ما زلت تلوج؟ يلزمك تلقى وفيسع زيدا. نعرفها هذيك امراه مهستره، ثلاث ايام اخرين وعاتك بها طلبتني. قالت لك تابلو في عرض الحيط، شنو ما ثلاث ايام؟ قول لها بعد 10 ايام تاخذه باش يكون ايه في الفن الطلائعي. وسط دار زليز ورخام، ستة ولا سبعة بدوياتك مكبوبين على القصاع، وعم فلان مولى الدار داخل جبة وكشتة وهزز قفة ومحمل بطيخة على خاطر خيطوه. والله سي سمباتيك. هي ما مقتلكش قداش باش تدفع؟ اتهنى، المرأة هبل عليك وتدفع. لحظة، شو معناها هبل علي؟ معناتها شباب وفنان والناس الكل هبل عليك وانا اولهم. ايه نأجلوا الحديث على الهبلة ونحكيه في الصندي. بالمنجد عندي سبعة ولا ثمانية عباد في التابلو بالكيلو، على كل عبد كيلو ونص. وسط دار شوف قداش فيه من متر مربع، من حسب بيت في 15 مليون. برافو، توا بريت من الدبريسيون تاعك. أول مرة تحسبها وحسبة معقولة زيد. اشتد هيا قوم اخدم عاد. سبحان من لا يقع في دوامه، سبحان من هذه احكامه، سبحان من عنده مفاتيح الغيب وهو علامه. يا ذوي العقول والالباب والفضل والاداب، وخير امه انزل على نبيها الكتاب، من اراد منكم الاجر والثواب فليحضر الصلاه على سي خليفه ابن المنعم المرحوم سي محمد الحوكي. وان صلى عليه عند ثلاث صلوات محفوظ بحول السيد عيسى. سبحان الحي الدائم الفاتح بعد ثمان خمسه. الله يجيبكم، الله ياجركم، الله يرحم الوالدين. إن لله وإنا إليه راجعون. الله يرحمه وينعمه خليفة. سبحان الحي الدايم، مشات الصرعة ومشاو ماليه. ولده مازال برا؟ قبيلة تنسيبه، قال يعلموه البارح في الليل، إن شاء الله ياخذ اليوم على الدفينة. الله يرحمه، صنعته باش تموت معاه. أكهو، الله يرحمه ويرحم جميع المؤمنين. En plus, le délire du personnage se remarque à cette écriture. Au sens mystérieux dont il couvrait tous ses objets. Les psys disent que l'homme était mégalomaniaque. Passons, maintenant. Mesdames et messieurs, faites gaffe. Ce que ce monsieur vous raconte sur le personnage est archi-fou. Sid Amour Abed était un original, certes, mais ce n'était ni un délirant, ni un mégalo. Je connais qu'il y a ces cavards. N'est-ce pas, Fred ? Est-ce que vous avez un article ? Excusez-moi, monsieur, que se passe-t-il ? Il se passe que Steve veut me taper. Parce que j'ai voulu l'empêcher de vous raconter des cracks sur le personnage. Je te laisse un acte, moi, là. Eh oh, s'il vous plaît. Pourquoi toute cette violence? Laissez-le parler. Continuez, monsieur, s'il vous plaît. Merci. Amour Abed, le maître forgeron, était le dépositaire d'une sagesse antique. Il voyait au-delà des choses. Un visionnaire, quoi. C'est un homme qui a vécu et agi comme un homme libre, c'est tout. Monsieur, dame, je vous salue. باش تمشي وانا باش نعيط لك بوليس توا. بوليس؟ Est-ce que ça veut bien dire ce que je crois? Vous exagérez un peu, monsieur. Salut, Mouaz. Vicch, Fatouma. قريت لي فيل تونتاكولير تاع ميترلينك. ربي يزيني من القرايه والمدن، راهو روحي باش تطلع. ايغور، المدن الغامضه حاجه هامه برشا، المدينه هي الام اللي تنزل. باي معز، عندي كور. يرحم باي نور الدين. سامحني، وقيل حي هو. حي ولا ميت، كيف كيف. كنت نوضع في النقاط على الاحرف مع دليل افتراضي في متحف سيدي عمر. بربي يا معز، الدنيا هم وغم، عذاب نحسو فيه. منين جاها افتراضي؟ سي سامبل، المادة متاع الدنيا كتنزل فيها الأقل جزء من الذرة ما تلقى كل القوى
لفاقس فاطومة. فراغ في فراغ، مجرد معلومات، وجود افتراضي. يا كانوا لك افتراضي، سيب الطفلة. الطفل قالك سيبني نمشي. ما هوش غلط المتخلف. نرتاح برشا فاطومة كي نحكي معاك. فكروني في أمي أنت ومالك. مالك؟ فاطومة، كثر خيرك على الفلايسات. خليني توا نمشي نعمل صحن كفتاجي على نخبك. حمزة ولد خليفة الله يرحمه قال مش تعدى لي قبل ما يروح. أظنه مش يحكي لي على الحانوت تاع عبد الواحد ولد عمك. أكا هو ولد خليفة باش يخلي أمه وأخواته ويروح. إيش عندنا فيه يروح ولا يقعد؟ الرجل عنده مرته وولاده البر، ربي عينه. أنا قلت نفاتحه في موضوع الحانوت. الاندرا يواصل تسويخه ولا يسلم فيها؟ إيش قولك؟ ما فهمتكش. وضح لي فكرتك ومن بعد اطلبني في رأيي. لو فرضنا يقول نسلم فيها، تقعد مسكر. ولا دار عمران يعاودوا يكريوا على حد اخر. ماك تعرف اللي العقد الاول انا اللي حررته. تحب يكلفوك انت بكتابه العقد الجديد وتقبض كراك. الله يقبض روحك يا كامل. قلت لك ناقص. مين جاك الكمال؟ الكمال لله يا عشيري. يعاودوا يكريوها مثلا. اي لكن شكون يقبض الفلوس؟ عربيه بنت عمك؟ مرا صاحبه شر اللي ما تقلب الدنيا وتقول لك حقي ومنابي وتفزد الملعوب. انا يظهر لي ولد خليفه يسلم المفتاح المالك صاحب اكبر باي في الدار وطاح راح. وخليها عربية الله لا يكون فيها حتى لين تتحل المسألة بتصفية التركة. هذا كلام معقول. خليفة الله يرحمه فنان كان، ما ثماش خوف ينسيش الحايك. حتى كمشى الحايك على روحه تطور ولا يخدم شربات يلبسوا فيه من النساء والرجال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا سيد الشيخ. تفضل. بارك الله فيك. الله يعيد عليكم غيار وعظم الله أجرك. الله يثيبك ويبارك فيك سيد الشيخ. فرق الوالدين صعيب وزيد غاضني اللي مات وانا مانيش حداه. على مراد الله، هذا على الغربه والاغتراب. انا نول الطفله خرجت من الدار ربي هنيها وقعدنا انا وامها وحدنا. بنتك حذاك في بلادها احمد ربي. له الحمد ونعم الشكر. اما الغربه غربه. افرض طحت مت حذاك هنا ولا في الشارع انتهى. يا خلطوا يلقوني مسبول. كان مت الله يرحمك. ان شاء الله انت اطول عمر سي الكامل. البارح ماني حكيت لك على الحانوت اللي كراها الوالد من عند سي عبد الواحد عمران الله يرحمه. نعرف اللي الكرية تمت على يدك. هذا المفتاح أمانة توصلوا لأم لي. أنا إن شاء الله مسافر غدوة على الصباح. وإذا كان الكرية تمت على يدي أنا مش صاحب المحل. المحل فيه ورثة أعطيه لهم. أعمل علي مزية سيدي الشيخ. تصرف أنت، أنا مضطر نسافر. أنت الناس الكل يقدروك. ها ولد عم الملاك الله يرحمه سلموا المفتاح. لا يا سيدي أنا ما يقدرونيش كيفك أنت. عربية بنت عمي أنت تعرف اللي هي تهمتني بالانحياز لعيلة عبد الواحد. أنت رجل الموقف. وفي سيدي الشيخ وشاهد شاهد من أهلها. الله يبارك. وهذم يا سيدي كريه 7 شهور بتاع الحانوت أمانة توصلهم للي يستحق. نعرف اللي الولد ملقاش صيغة قانونية باش يخلصهم. ماك تعرف هو ملقاش صيغة القانونية كيفاش تحبني أنا نلقاه؟ دبر راسك سيدي الشيخ، أنا يلزمني نمشي. ربي يوجهك خير يا حمزة وربي يقدرني على تحمل المسؤولية. يعيشك سيدي الشيخ. ربي عاونك. ما تنساوش أهلكم وبلادكم يا حمزة. في أمان الله. بالسلامة. احنا اهلنا بدو، نقولوا نص بدو، عاد جاي كنا نعدوا الصيف ولا خريف في القصور ولا براج، ونسكنوا الشتاء والربيع في بوت الشعر. نرحلوا من مضرب لمضرب نتبعوا في الساعي والمرعى. ايه على كل ايام قداش القلب كان فرحان والنفوس صافيه. باباي الله يرحمه ما جابني كان اني والنعسه اختي، كان شيخ النجع. وبعد ما توفى عمي هو اللي ولا الشيخ، عنده الاولاد والمال وما كفاه، وغار لي على رزقي. صار اللي صار وخرجت من ناسي وهملت على الخبزة. 14 عام عديتهم في الصحراء. هيا تفضل اشرب تي كرة وبرد وكمل حديثك. وعمك هذا اللي غار لك على الرزق، كيفاش اختك تاخو ولده؟ هاك القانون في بلادنا، البنت الولد عمها. على كل حال هي اخذت قبل الغور. وامك عمي عبد الله قلت لنا شابة، حكينا عليها. تسالي في عليها على خاطر قلت لك تشبه لك. كانت ما بهاش كان منها نيف وهرة. الله يرحمها. الله يرحمها. مليكة مليكة. صوت فاطمة هذا، قولي لها تدخل حذانا. على كيفها، حتى كي تجي تكلم أختها مسقيفة. كانها مستغاضة مني خليني أكلمها. أقعد غادي على روحك، حكايتها معايا مش معاك.
يا غلبتك يا فاطمة، شبيك تعيط من السقيفة؟ علاش ما تدخلش؟ ما عندي ما مدخلني. قول لهم الشيخ منصور باش يتعدي لها، عنده ما يحكي لها على الحانوت. خليفة اللي كريها مات. اش عندي في الحانوت وفي كريها؟ ادخل يزي بلي بلي يا اخي، باش تقعد مبغضة امك؟ مانيش مبغضتها. مهبلة انتم ما تعرفوش شكون دخلتوا لداركم. ايوا قل لي عاد هكا. غايرة من امك على خاطرها عرست. والله يا عبد الله الجليدي راجل ما ريتش كيفه. خير من مالك نتاعك. مالك نتاعكم انتوما مش نتاعي انا. فايزة عاد ولا تضرب عليه بالسيفين على خاطر قالها ميسا يستكن معكم عبد الله في الدار. وانا فاطمة لازم شطوني الكورة. ربي يستركم منه عبد الله. شبيه عبد الله؟ طلع عنده اسم اخر. واه شنو الحكاية يا فاطمة؟ حل وذنيك واسمع. عنده زوز القاب. عبد الله الجليدي واسم اخر سالم المداح. يا غلبتو. الهدرة هذي ما طلعها لحد. حتى لامك ليلين نقلك. يكب ساعته. انت كيفاش عرفت فاطمه؟ عرفت. ما زيدش نوصي كل مالي ما كانش امك يصير فيها. نجم نعمل عليك؟ ما تخافش فاطمه. يقول لي تشبه لامي. عنده اوراق في الخرج نتاعو وريتهم. كنت نجم سلمو هاتلي نصورهم ومن بعد رشحهم من غير ما يفطن. نشدهم حج عليه. أختك علي جيت؟ قالت لك الشيخ منصور يحب يجيك على خاطر فيما يخص حانوت السوق. ما هو خليفة الله يرحمه. أي نعرف الله يرحمه. هذيك علي جيت؟ هذيك هو. علاش تحبها تجي؟ خاطر هدرتكم تالت. هاي وهم يا عبد الله. كنت تحكي لي على أمك اللي تشبه لي. شو اسمها؟ زازي. آه نعرفها. كيما زازي الهلالية. لا دعقوب. تعالوا يا أهل القيروان، تعالوا يا أهل القيروان، اقتربوا انظروا روعة البرقدان. يا أهل المدينة، يا أهل القيروان، عليكم بالبرقدان. اش يقول كان وليك يا لمين؟ والله ما ندري عليه، أما من اللي بدأ يورش بعد الخير والبركة. ها يعملك في الرشاد، أما قلوا ينقص من الشعارات. هذا الزواج كيلو. أبروشي أبروشي سيتويان فيرتوال أبروشي. يا أهل القيروان عليكم بالبرقدان، واللي حاب يعرس البرقدان يحلوا العقدة بتاعه. أبخشي أبخشي ميسيو دام أبخشي أبخشي ميسيو دام. شنية لحكيك يا مليكة؟ مليكة انت وياه تحبوا تعرسوا؟ أوكي كادوت لاميزان. أبخشي ميسيو دام أبخشي. يا أهل القيروان خير تدخل معي شريك يا معز. والله ندبره. يا ساكن القيروان، يا ساكن القيروان، تواكل برقدان، وإذا أخذتك عينك تحلم حلم مزيان يا ساكن القيروان. بارك الله فيك. نهارك فل مون فرير. لمين ذوق الفيل عاد. ياك خذيت من غير ما شاورت. برا خلينا نخدم مع روحنا يرحم والديك. عريق، رجع المسروق. ارضى مسلم باسكل، شو مدخلك أنت؟ مليكة مون فرير، روح. مش لايق البنات يقفوا في الشارع. فاطمة وصلتني عليك روى. مناثر. فاطمة تحكي مع واحد عايف كيفك ملا فسالة. بر امشي عاد ما مالك. تي براوح انت. براوح ما عادش كلمها. شو ما بدو؟ يسايب. يسايب هالدين. يهب الدين. يهب يهب. سايبوا يا مصر يا هاب. سايب. مالك مالك عايز عبد الله جديد. خلي عليك الخز. وين حيروا فيه يا عبد الله؟ سايب. سايب. شوف عبد الله. انا خز يا مصر. ما تخافش لبي، شويه خسائر ماديه فقط. صح عليها ريك. متقوي بنور الدين الاسمر يعفسوا فينا. يجي نهار ونقتلهم بيدي الاثنين.